ايوه انا راجل اسكندر، انا راجل اسكندر دلوقتي. ده تطاوق وتباطؤ من القوات المسلحه اللي طلبت دير الانبا بشول وضربت المقطم، واخيرا ضربونا في مسبيرو من اول مره لم يتم التحقيق مع اي حد وفي اي حادث كنيسه، يتم التباطؤ والتجاهل عن اي حادثه. لذلك بتتكرر اسبوعيا وبالذات يوم الجمعه، كويس؟ وبيقولوا اقليه، احنا مش اقليه، احنا ربع البلد دي، احنا اساس البلد دي، احنا هندافع عن اي كنيسه عندنا استعداد يضيع مننا مليون اتنين ثلاثه نستشهد، ولكن مفيش كنيسه هتتهد. ده لو في واحد كافر وعايش في البلد، لا حريه الديانه، لا حريه العقيده بتاعته، ودي اللي معروف دوليا. لكن اللي بيعمله المشير انه يضرب مدنيين، ده لو بيحارب دوله ملهوش انه يهجم على المدنيين. كفايه 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 كفايه. السادات اللي هان البابا شنوده، ايه اللي حصل له؟ حسني مبارك وحبيب العدل، كنيسة القديسين، ايه اللي تم؟ شوفوا مرميين ازاي، اللي بيجي على الاقباط ما بيكسبش. ارجوك يا جماعه كفايه يا سياده المشير، العيال اللي اتضربت دول لو هم اولادك كنت هتسيبهم كده؟ انت مش زعلان؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابدا. احنا مش هنتنازل عن شبر من البلد ديت، هنستشهد فيها. احنا ديانتنا ديانه الاستشهاد، ديانه القديسين، عندنا استعداد لاي حاجه في اي وقت في اي مكان. واحنا جينا النهارده عشان نثبت لك ان الاعتداء اللي تم في مسبيرو ما هددناش ولا منعنا ولا حشنا. احنا جايين دلوقتي برضو بنقول احنا اهو، واحنا موجودين واحنا جايين مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه الحقوق كلها ما تسترد، لغايه ما يتم القبض على اي حد اعتدى على كنيسه صول، كنيسه اسوان، كنيسه القديسين، كنيسه امبابه. يا سياده المشير كفايه كفايه. المليونيه لنقول لرئيس المشير الطنطاوي، بنقول له ارحل وهذا النظام الفاسد. احنا كده ثوره 25 يناير ما عملتناش حاجه، كل يوم كنيسه من عندنا بتتضرب وكل يوم بنموت. لابد ان يرحل هذا النظام، لابد ان يرحل هذا النظام كله.